يتصدر غايمة الشوط على ظهر الشاهينية خلفان بن سعيد بن عيلان بن عبد الله المهيري، ووصل شعار بن سالمين قادم يقدم لنا الشاهينية. سلطان بن خليفة بن سالمين الحميري من قدم لنا شاهين بالشوط الماضي، حين الغيوم قدوم من قبل الشاهينية. خليفة بن حمد بن سبعين المحرم يواصل مع المركز الثالث والمركز الرابع. عندك يا بن حربي قادم مع المركز الرابع الشاهينية، راشد بن حمد بن مرزوق المحرمي، ولكن بسير ما شاء الله ما شاء الله يا ابو عيلان ما شاء الله، من قدم لنا هذه النوعية الفريدة، نوعية ممتازة من سن الفطمان. نوادر بن عيلان بدأت الآن بهذا الشوط تطمح عن تسجيل النقطة الخامسة وعصاها في بطانها، ما حركها أبدا، ما حركها ابو خلفان. سعيد بن عيلان بن عبد الله المهيري من يسجل حضوره بهذا الصباح ما شاء الله، بلا أوامر بلا تعليمات قامت راس وانتهت راس، عليها رقم واحد وهي في مدرج رقم واحد تهانينا وناموس. المركز الثالث شاهينية سلطان بن خليفة سالمين، والمركز الثالث راشد بن حمد مرزوق المحرمي، المركز الرابع خليفة بن حمد بن سبعين المحرمي. التوقيت الزمني دقيقة وأيضا دقيقة 43 ثانية، ما شاء الله يا الصعوب بدع ما شاء الله، الرقص بدأ مع الصعوب ما شاء الله مع الفطمان. نقدم التهنية إلى خلفان بن سعيد بن عيلان المهيري على هذه النوعية الفريدة.